يحركون الضعينة. قال الحسين وقف يا أبو فاضل، أخاف أنزل من على المنبر وتعتبون علي، تقولوا ودعهم الحسين كلهم. معقولة ما ودع الزهرة؟ معقولة ما راح على قبر أم الحنونة؟ لا يا حبيبي، هذا آخر وداع عند الحسين. وقف الضعينة، الأم عزيزة، الأم غالية يا حبيبي، إلا أم ما أخذ بخاطرها عليه يروح يطيح على راسها. ما عندك إلا أمك يا حبيبي، واللي راحت أمه يترحم عليها، اللي ربتها التربية الحسينية يترحم عليها. راح الحسين لكن محني الضار، يكسر الخاطر أبو علي دمعته على خده. راح وصل إلى البقيع، قام يتخطى قبر من بعد قبر، وصل إلى بقعة ما عليها شواهد، تمدد عليها طولا بطول، وقام يقبل التراب. يما يما في أمان الله، زهراء في دعة الله، وإذا بالقبر يموج بمن فيه. قام يخاطبها أبيات الدعاء، وأسألك الدعاء، يقول قصدتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضميني. قصدتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضميني، ما تدرين يا زهراء بجور الزمن ما ذيني. وقع فوق القبر يصرخ دقومي ونشفي دمعي، مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي. آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر، ضلعي ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني. يلا اسمع بقلبك بنور الإيمان، يقول يصرخ والقلب مفجوع، يا زهر ارحمي بحالي، دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي، ولن الصوت يا حسين غالي الولد غالي، أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني. وأنا مودت إن الزهراء عندنا مصيبة يا أم الحسن والحسين، تقول لما تقدر تشوف أمك يا نور العين، ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر، لكن أبت لاقى وياك يا ابني بعرصة المحشار. إذا شفتك بلي يا راس واقف ما تحاجيني.